كربلاء ومعانيها تاريخيا. كثرت الافتراضات والتأويلات لتعريب اسم كربلاء من قبل المؤرخين العرب، وأرجعوه إلى جذور سامية آرامية وأشورية وفهلوية وغيرها. يقول الحموي إن اشتقاق اسم الكربلة رخاوة في القدمين، يقال جاء يمشي مكربلا، فيجوز على هذا أن تكون أرض هذا الموضع رخوة فسميت بذلك. يعزو الأب أنستاس ماري الكرملي أصل لفظة كربلاء إلى دمج كلمتي كرب وإل، أي حرم الله أو مقدس الله، وهي تسمية سامية، فالكرب بمعنى القرب بالبابلية وإل بمعنى الإله عند الساميين، ووجود كلمة الإله يوحي بأنها كانت مقدسة منذ أقدم العصور. أما الأديب والمؤرخ الأمريكي أمري فيرى أن معنى كرب في العبرية يقترب من يقاتل ويحارب. أما آغا بزرك الطهراني فيقول بأن كربلاء كانت تسمى كربالا، ومعناها بالفهلوية الفعل العلوي أو العمل السماوي، وسماها العرب كربلاء. عرفت على أنها منحوتة من كور بابل، وهي مجموعة قرى بابلية تقع على ضفاف نهر بالاكوباس، أي الفرات القديم. ويدل اسم النواويس على أهميتها التاريخية وتعني قبور المسيحيين، وجاء في الموسوعة الإسلامية أنها مرتبطة باللفظة الآرامية كربيلا واللفظة الآشورية كربلاتو. ويقول الجغرافي اليوناني فيرد هوفر في كتابه الذي يصف ما بين النهرين إن اسم نينوى من أسماء كربلاء، إذن فكربلاء آرامية أو بابلية فقد تعددت أسماؤها وتعود لحضارات مختلفة كالآشورية وعمورة ومارية وصفورة، وهي غير عربية وأضيفت الهمزة للضرورة الشعرية.